السلام عليكم، اهلا بكم من جديد. طلاب الصف الاول الثانوي، طلبه اولى ثانوي، معكم من سندرا على قناه شويه انجليزي. النهارده باذن الله هنتوكل على الله ونحل على الوحده الثالثه بعنوان امبروفينج لايفز، تطوير الحياه. كل اللي انا محتاجاه منك دلوقتي انك تكون مذاكر وحده. احنا وصلنا خلاص لاخر حلقه في الوحده الثالثه، تكون مذاكر وحده وحلل الاجزاء دي كلها وقاعد دلوقتي بتصحح معايا. بتمنى لكم عام موفق باذن الله. قبل ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه، ولو انت متابعني فشارك القناه مع كل اصحابك ودفعتك. قلمك وكتابك وتركيزك يلا نبدا ونتوكل على الله. اول حاجه، اولا دي صفحه 137 دي صفحه 137 في كتاب المعاصر. اول حاجه بيسالني فيها او بيختبرني فيها هي الكي اند امبورتنت فوكابولري، الكلمات الاساسيه والرئيسيه للكلمات المهمه. نمبر 1 بيقول لي هيز فازر بابا دايد هيفلي ان، ابوه يعني الاب توفى وهو في ثقل في ايه؟ برامز الوعود، ديبت الدين، ديتش ولا بيت. احنا خدنا كده مصطلح عندي في الوحده اسمه هيفلي ان ديبت، يعني ايه؟ غرقان كده في ديون. نمبر 2 بيقول لي اي دونت سبيس انف ماني، مال كافي وركينج از ا كليرك، عشان اشتغل محاسب او اشتغل كليرك عامل. سو اي اولزو دو سام بارت تايم ورك او كافي. يبقى عايز اقول ان هو ايرن، يكتسب مال كافي، بيرفورم وبورو شير. لا طبعا احنا خدنا في الوحده ان كلمه ايرن معناها ايرن ماني، يكتسب مال. نمبر 3 بيقول لي علي هيز لايف، حياته تو ذا ستاف اند از ات ذا هوسبيتال از زي ديد ذير بيست تو كيپ هيم اليف. هل الولا علي ده او علي ده عايزين نقول عمل ايه في حياته عشان يشتغل في الستاف؟ فهو سيفد بحياته، جيف اود ان دينجرد، عايز اقول ان هو كان بيدين بحياته للستاف بتاع الهوسبيتال. يبقى كلمه اود بمعنى يدين. تمام. نمبر 4 بيقول لي رجب هاز لوست ايفريثينج اند ناو، رجب فقد كل شيء، خسر كل شيء، اند هي از اند ناو هي از، وعايز اقول ان هو الان بيكون امبورتنت لاكي ان ميزربل سيتول. طبعا شخص فقد كل حياته فقد كل حاجه يبقى ميزربل ايه؟ ميزربل تعيس. نمبر 5 معايا بيقول لي ديبس دروف ا فريند، الديون اخذت صاحبه اوف ماين انتو ا لايف اوف، على حياه مليئه بالايه؟ هل مليئه بالميزر، التعاسه، ريفاينلي بليجر تريجر كنوز وسعاده وكلام من ده؟ لا طبعا الديون هتاخده الى حياه مليئه بالتعاسه. نمبر 6 بيقول لي اميرا هاز ا تشايلد، اميرا عندها طفل، ويز اي روزي تشيكس، وعنده خدود حمراء. روزي تشيكس دي يعني خدود وردي، شيز بيوتيفول. طيب هيكون أميرة عندها ولد تايرد متعب، بلامب روزي تشيك، أجلي ديرتي، طبعا كل ديرتي لأ وأجلي لأ وتايرد هيكون ايه؟ بلامب روزي تشيكس، خدود منفوخة وردية. نمبر 7 بيقول لي هير فازرز، عايز اقول هير فازرز ايه؟ كيم از جريت شوك، جه كصدمة عظيمة تو اول، للكل، زوز هو نو هيم، لما الكل عارف. فهل طبعا هو جايب كله داي وديس وكده، فخلي بالك شوف انت هتاخد هنا ايه. فازرز ايه؟ انا عايز اقول موت الاب، فانا عايز هنا نون، ضاي موت، ضاي ميت، ديث الموت، يبقى انا عايزه كلمه ديس، ديس بمعنى الموت. نمبر 8 بيقول لي دوينج تو ماتش ورك، انك تعمل شغل كتير، ميد ماي فريند ميزربل، ده بيخلي صديقي شخص تعيس. فانتونيمي العكس بتاع كلمه ميزربل دي هتكون ايه؟ ضل، ديبريسد، فول، كل الحاجات دي مضغوط ومشغول، ولكن عكسها يكون كلمه بليز اللي هو مسرور. نمبر 9 معايا بيقول لي ايه از ميزربل از، دي حاجه تعيسه، از كونفيوز تو بي ادميت. كلمه ميزربل هنا انا عايزه اجيب الكونفيوز كلمه ميزربل اللي هو ميزربل اللي هو تعيس، انا عايزه اجيب كلمه شبيهه لها، هيكون بليزد ولا تشيرفول ولا ديلايتد، الثلاثه بمعنى مبتهج وسعيد، لكن اللي زيها هي كلمه ان هابي، غير سعيد. نمبر 10 بيقول لي زير ار، هنا ايه ديفرنسز بتوين بيبل ان ابر ايجيبت and those in delta، في فرق ما بين ثقافة الناس اللي موجودة في مصر العلوة او مصر الـ upper and delta والناس اللي عايشين في الدلتا. فانا عايز اقول there are، عايز اقول اختلافات ثقافية، يبقى انت عايز هنا صفة، صفة جت بعد الverb to be او جت قبل الاسم. cultures دي ثقافات، culture ثقافي، cultured مثقف، ودي بشكل ثقافي، انا عايز صفة يبقى كلمة culture. بينا كده على صفحة 138 كتاب المعاصر اولى ثانوي. نمبر 11 he is become rather prompt science I last saw him، this means he became a، انا عايز اقول ان هو اصبح اكتنز، يعني ايه؟ اتملى من اخر مره انا شفته فيها، ده معناه ان هو الوقت بقى thinner ارفع، fatter taller فتر، لا انا عايز اقول ان هو بقى ادخن، فهتبقى كلمه
فتر. تمام كده يا شباب. نمبر 12 معايا بيقول لي are fully grown persons. مين دول اللي كانوا بيبقوا اللي هما fully grown اشخاص مليانة اطفال يوز تينجرز ادلتس؟ لا طالما grown كبروا ونموا يعني فولي بشكل تام يبقى دول ادلتس البالغين. وكلمة موجودة عندي في المنهج. نمبر 16 I read A أو NA from David Copperfield in unit 3. عايز اقول ان انا خدت اقتباسات من ديفيد كوبرفايلد اكزاكت ولا اكستراكت تريك ولا ورك. انا عايز اقول ان انا خدت اقتباسات يبقى كلمة اكستراكت واخدها بالكلمات. نمبر 14 the children of today اطفال اليوم are the A. عايز اقول اطفال اليوم هم شباب الغد, ده مثل مشهور. طب عايزة كلمة شباب اهي يبقى كلمة يوثف هم شباب الغد. نمبر 15 بيقول لي there was a او an a coverage of conference. في تغطية لمؤتمر on TV. عايز اقول في تغطية حية alive live living lively. انا عايز اقول في تغطية حية على التلفزيون الوقتي, تغطية حية يبقى اسمها live coverage تغطية حية. نمبر 16 بيقول لي after his father بعد had died بعد ما الاب توفى his mother married الام اتجوزت and he was brought up by his. عايز اقول ان هو الام اتجوزت فبقى عنده زوج ام, يعني الام هي اللي اتجوزت يبقى بقى عنده step father زوج الام. لو الاب هو اللي اتجوز يبقى step mother. نمبر 17 بيقول لي it's a kind انك تعمل عمل it's kind of you to do انك تعمل عمل abroad miserable paid voluntary طبعا انك تعمل عمل تطوعي. نمبر 18 بيقول لي a او n is usually larger اللي اكبر من الماوس مين الرات لا انسكت لا حشره ولا موسكي ولا الفلاي ولا الكلام ده. نمبر 19 بيقول لي can you tell me ممكن تقول لي about that of the essay انا عايز اعرف ايه عن الاساي. فقال له introduction و body و conclusion ده معنى ان انا عايز اعرف ايه السيتويشن الموقف topic ولا structure ending يبقى انا كده عايز اعرف الستراكشر التركيب بتاعته. نمبر 20 بيقول لي the thief الحرامي stealing my car لسرقة عربيتي and selling it وبدأ يبيعها for only 10,000 pounds وبقى يبقى هو كان الحرامي بيخطط لسرقة العربية. يبقى نمبر 20 الحرامي كان بيخطط وكان بيتوعد يبقى انا واخد الفعل admitted. نمبر 21 بيقول لي there is a job في وظيفة ايه in the factory في المصنع ده you can apply for تقدر تقدم له يبقى في ايه في فرصة للوظائف يبقى mistake view opportunity experience لا opportunity يعني ايه يعني في فرصة. طب نمبر 22 بيقول لي he succeeded in نجح في ايه pack all his debits عايز اقول ان هو نجح في انه يدفع كل ديونه repairing respecting turning paying يبقى paying في رد او في دفع كل ديونه. نمبر 23 بيقول لي although I helped her برغم ان انا ساعدتها with the housework بالمعامل المنزل I felt sorry for my mother عايز اقول انا اشعر انا يعني اشعر بالاسف لان هي تعبها يبقى for my tired looking انا عايز هنا صفة واسم يبقى tired looking. طيب نمبر 24 in Egypt في مصر students الطلاب have to finish عايزين ينهوا ايه school before joining university اكيد هينهوا الهاي سكول المدرسة العليا. 25 is the age of activity and live hard مين بقى الناس اللي هم كلهم نشاط وحيوية اكيد هم اليوس الشباب. تمام كده بينا بقى على صفحة 139 صفحة 139 26 بيقول لي the age sold بتباع in the shop في المحل all are all made in Egypt في اللي صنعت في مصر كلها كاتل ليف ستوك الاثنين دول ماشيه جودز حضائق جودز اللي هي بضائع لكن جود جيد فاكيد مين اللي بيباع في كل المحلات اكيد جودز مش ماشيه يعني. 27 بيقول لي سامع عبد الرحمن ار ايه عايزين نقول لهم ايه بات ولكن زي ار كومبليتلي ديفرنت ولكن هم مختلفين فبالتالي هيكون ايه انلايك ديفرنس توين توينز يبقى اكيد اللي سامع عبد الرحمن توينز توام. نمبر 28 بيقول لي اي دونت لايك فيلم انا بحبش الافلام ذات هاف ا ساد اللي بيبقى فيها نهايه حزينه فنهايه بمعنى اندز ان اند اندد لا هي اندنج ده الاسم نهايه حزين. 29 بيقول لي فولونتيرز المتطوعين هيلب بيساعدوا زنيدي المحتاجين في ان هم يحلوا مشاكلهم زير بروبلمز فكوز دو ميك سولف اكيد هتبقى سولف يبقى سولف زير بروبلمز. رقم 13 بيقول لي my teacher give me المدرس اداني some useful ايه عايز اقول اديني بعض النصائح
او بعض الخطوات to how to improve عشان احسن، خليها خطوات يعني ايه اشمل. يبقى advice دي اصلا advice اللي بالاس دي نصيحة، اللي هي ينصح، الverb ينصح. kinds انواع tips types، اكيد هو اداني tips بمعنى كلمة خطوات. number 31 بيقول لي 31 بيقول it's not funny، مش كويس playing انك تلعب ايه on the poor old man، على الشخص الفقير. it was impolite، دي حاجة غير مهذبة. رول دور، رول قانون، وجول هدف تريك خدعة، يبقى من النوت صفاني انك تعمل خدعة عليه. 32 بيقول لي I was born، انا ولدت، and ايه up، عايز اقول ولدت وكبرت فين، in a small village، grow up، got up، went up، grown up، انا عايز تصريف تاني، فبالتالي هاخد I was born، ولدت، and grow up، تصريف التاني للفعل. 33 modern technology، التكنولوجيا الحديثة، has a our lives، عايز اقول التكنولوجيا الحديثة، suggest اقتراحت، improved حسنت، trust وثقت، worked، انا عايز اقول التكنولوجيا الحديثة حسنت من حياتنا، يبقى improved our lives. number 34 بيقولي follow this a and you will learn، اتبع ايه and you will learn to how to do experiments، وانت هتتعلم ازاي تعمل تجارب. يبقى اتبع ايه شباب، masters ولا هيتبع mistakes الاخطاء، ولا repairs ولا steps، اكيد هيتبع steps الخطوات وهو هيعمل التجربة كويس. 35 بيقول لي children labor، عمالة الاطفال، ان الاطفال تشتغل وهي صغيرين، is a او and against، عايز اقول ان دي جريمة في حق الطفولة، يبقى crime opinion planning master، يبقى اكيد هيكون crime، جريمة في حق الطفولة. 36 بيقول لي ايمن and I، انا وايمن have some interests، عندنا بعض الاهتمامات، in a، اهتمامات فين بقى، we both، احنا الاثنين like، بنحب reading and fishing، يبقى احنا الاثنين عندنا نفس الاهتمامات، in common على الاطلاق او بطريقه شائعه. بعد كده هيدخلني في الجزء الثاني اللي هي definitions، تعريفات، جزء مهم جدا، خلي بالك منه وركز معايا، حلينا 36 جمله، ركز معايا لحد ما نكمل بقيه الجمل. A is money، هي مال، you must give back، مفروض انك ترجعها to someone، لشخص ما. Donation تبرع، برايز جائزة، reward ولا debit، اكيد هتكون debit الدين، طالما هترجعها لشخص ما يبقى دي debit الدين. number 38 بيقولي to A means يعني to receive money، انك تستلق اموال، from doing work، على انك عملت عمل او اديت انجاز، يبقى to earn means انك تكتسب اموال. number 39 بيقولي A is a person، هو شخص، هو buys and sells، بيبيع ويشتري، مين اللي بيبيع ويشتري الجودز البضائع، اكيد هيكون merchant اللي هو التاجر. number 40 بيقول لي to a money، المال or things او الاشياء، means دعني you have to pay them back، المفروض انك هترجعها، ده معناه ان انت لو بتدين on تمتلك او lend donate، لا طالما انت الحاجات دي المفروض انك pay them back هترجعها، يبقى او تدين. 41 بيقول لي means very sad or unhappy، ده شخص حزين وغير، يبقى respectable ولا miserable، changeable ولا cheerful، اكيد هيكون miserable الشخص التعيس. 42 أويمن، المرأة أو الشايلد، الطفل، هو is a slightly fat in a nice way، عايز أقول إن المرأة أو الطفل اللي هيكونوا إيه، بتكون slightly، يبقى أكيد اللي هم plump، اللي هم مكتنزين، تمام كده. كمل معايا. 43 بيقول لي 43 is a place، هو مكان، to keep criminals، بنحط فيه المجرمين، for a period of times، الفترة من الوقت، as a punishment، كعقاب، بنحطهم فين، in prison، ده اللي يسجن، ده يسجن الفعل، prisoner السجان، imprisonment السجن، prison السجن، يبقى انا هحطهم فين، في prison السجن. number 44 a is an animal، هو حيوان، like a big mouse، زي ماوس كبير كده، يبقى هو الرات، الفأر، تمام كده. 45 بيقولي means، بتعني people who live، بيعيشوا in a place، في مكان، or an era، او في منطقة، have common insects، فيها ايه، فيها حشائر، فيها interests، فيها اهتمامات شائعة، يبقى ده الكوميونيتي، المجتمع. 46 is beliefs، هي اعتقادات and traditions of a group of people، هل دي هتكون ايه، هتكون الثقافات، هي العادات والتقاليد لمجموعة من الناس. 47 a is a place، هو مكان، where people collect food، الناس بتجمع الطعام، to give to others، بنجمع الطعام في المطعم، في المطبخ، في الفود بانك، اكيد فود بانك اللي هو بنك الطعام. 48 بيقول لي work means، بيعمل ايه، بيعني job، انك تعمل that people do for money، من غير مالي، بدل عمل تطوعي، voluntary. ايوس الشباب is a group of young، مجموعة من الناس او مجموعة من الشباب، هو do things together، بيعملوا شوية حاجات مع بعض، يبقى ايوس ايه، hostel، ايوس hotel، ايوس camp، ايوس association.
يبقى منظمة الشباب مع بعضها يبقى يوث اسوشيشن. بعد كده هاخدك على ميني تيست 1 اللي هي صفحة 191. ميني تيست 1 هنختار طبعا 2 correct answer، اجابتين صحتين من 5. فخليك معايا كده يا شباب. He did A during holiday، بيعمل ايه اثناء الاجازة؟ voluntary work، his opinion، a happy ending، exciting things، association، اكيد بيعمل voluntary work، عمل تطوعي وبيعمل اشياء exciting things، his opinion و suggestion و happy ending ما ينفعوش. نمبر 2 بيقول لي she made، هو بيعمل ايه during كذا lecture اثناء المحاضرة؟ يبقى made ايه، a job، the law، ولا made a suggestion، brief notes، rule، اكيد هو بيعمل اقتراحات وبيعمل brief notes. نمبر 3 معايا بيقول لي if you work harder، لو انت اشتغلت كويس يبقى you will earn more money، يبقى انت هتكتنز ايه اموال، قلنا بتقرن بتاخد money وميك برضو يعمل money. نمبر 4 معايا بيقول لي you can say that somebody played، انت تقدر تقول ان الشخص ده played بيعمل ايه، اكيد يا اما played a trick بيعمل خدعة، يا اما played a draw يلعب دور، لكن suggestion rule ولو ما ينفعش. نمبر 5 my sister and I، انا واختي عايزين نقول some problems، يبقى اكيد بن solve problems، يا اما had عندنا يا اما عندنا problems. بعد كده بيقول اختار واحد من ضمن الاربعه، whoever our company rules must lose their jobs، عايز اقول الشركه بتاعتنا قواعدها must lose، هتخسر الجوبس لو انت عملت ايه، اكيد لو انت قصرت القواعد، يبقى breaks لو انت قصرت القواعد دي. نمبر 7 while driving، اثناء القياده something went a with my car، عايز اقول ان في حاجه غلط، so I had stopped، يبقى something ايه شباب، something went wrong، go wrong معناها حاجه يحدث خطا. نمبر 8 معايا بيقول لي I ate a lot of money، اموال كتير، to a friend of mine، لصديق ليا، عايز اقول ان انا بدين باموال كتير لصديق ليا، يبقى كلمه او، لكن دو بريك وفول وثلاثه ما ينفعوش. نمبر 9 بيقول my wife's a big difference، عايز اقول ان ايه in my life، عايز اقول ان عايز اقول ان زوجته عملت فرق كبير جدا في حياته، يبقى ميد ما ينفعش الثلاثه التانيين. نمبر 10 بيقول لي everything، كل شيء will be okay، هيكون كويس. اوف يو ايز ستيبس، لو انت ايه عملت ايه في الخطوات، او دو بريك فولو، اكيد فولو تتبع الخطوات. نمبر 11 بيقول لي I was over the moon، انا مبسوط جدا after the last exam، بعد الامتحان الاخير. I hate انا اكتست وباز solved made earned، يبقى اكيد I passed انا اكتست الاختبار. نمبر 12 بيقول لي it's not a bad thing، شيء سيء، تو if you a your opinion if it's wrong، يبقى ده هيبقى it's not، مش هيبقى شيء سيء لو انت تشينج غيرت رأيك في حاجة it's wrong خطأ. بعد كده هاخدك يا شباب وهنروح على mini test 2، الجزء الخاص بالسينونيمز اند انتونيمز يا شباب. ف choose the two correct answer، يعني اختار 2 من 5. نمبر 1 بيقول لي he did some voluntary work، the antonyms of كلمة voluntary، عكس كلمة voluntary ايه، voluntary تطوعي يعني بدون اجر مالي، يبقى عكسها كلمة unpaid مدفوع، لا عكسها كلمة paid مدفوع، دي لا paid مدفوع، وكلمة compulsory اللي هو ايه مجبر او مدفوع. نمبر 10 بيقول لي when something's common، لما يكون في حاجة شائعة this means، ده معنى ايه لما يكون في حاجة شائعة common شائعة this means انها usual، وايه تاني شباب كمان، و unusual لا uncommon لا rare نادرة لا، تبقى كلمة widespread منتشرة. نمبر 3 بيقول لي هي admitted، هو admitted making a mistake، كان مصر انه يعمل خطأ ده، which is the following give the opposite، كلمة من ايه الكلمات اللي هتيجي ده هيدين عكس كلمة admitted، كان مصر denied برضو مصر، confused برضو مصر، هو عايز ال opposite العكس، فكلمة مثلا concealed هين شوية، وكلمة ايه تاني agreed و told برضو زي admitted، ولكن هتبقى كلمة denied برضو عكس كلمة admitted معنى ينكر. نمبر 4 بيقول لي when you are against the idea، لما تكون ضد الفكرة or suggestion او اقتراح this means، ده معناه ان انت ايه about to with without for، انا عايز اقول لما تكون انت ضد الفكرة، عايزين حرفين جر بيساوي كلمة against ضد، against an idea عايزين means، ده معناه ان you are معناه ان you are with، وايه كمان we for are not، يبقى انت لا with ولا for، لكن كلمة about الا وto الا وكلمة without بدون. نمبر 5 بيقول لي كلمة homeless children، اطفال مهملة، have miserable lives، عندهم حياة تعيسة، the synonyms المعنى بتاع كلمة miserable هيكون ايه، عايز يجيب synonyms المرادف بتاع كلمة miserable، المرادف بتاعها كلمة unhappy غير سعيد، وكلمة depressed يعني مضغوط. نمبر 6 بيقول لي you can't stay، هنختار بقى واحدة من 4 شباب في اللي جاي ده كله،
you can't stay, she is fat, she is a no more. عايزة اقول مش هتقدر تقعد، ده هي تخينة جدا، يبقى she is plump no more. نمبر 7 مكتنزة وتخينة. he admitted the mistake، اصر على ان الخطأ he had made. the word كلمة admitted هنا replaced، ممكن اشيلها واحط بدلها ايه replaced، دي حل محلها. معنى كلمة admitted بتساوي كلمة denied consent، لا دول اتنين عكسها، A B برضو عكسها، هتبقى كلمة confessed. تمام. number 8 بيقول voluntary، العمل التطوعي is to A as miserable is to happy. العمل التطوعي يبقى voluntary work is to paid، لو هو مدفوع يبقى miserable tice. number 9 بيقول لي earn or lose، يكسب ويخسر، ده بينهم antonyms synonyms مونورايمز هوموفونز، لا هيكون ما بينهم، او هومونومز هيكون ما بينهم انتونيمز تضاد. نمبر 10 بيقول لي شي لوكد ميزرابل، يبدو انه تعيس. ميزرابل هنا هير از انتونيمز، هي العكس من كلمه ايه كلمه ميزرابل، العكس من ديبريزد مشغول، لا او مضغوط، لا هابي كونتنتد، هتبقى رقم بي وسي هابي وكونتنت. بينا بقى على ميني تيست 3 الاكسبريشنز واديوم بروبوزيشنز، هنختار 2 من 3 2 من 5. هوم هوملس شيلدرن اطفال المهمله تو ليف، هيبقى dont have anywhere او هوملس اللي هم بلا مأوى. have everywhere have everywhere have somewhere have a flat have nowhere، يبقى have nowhere ما عندهاش مكان، و dont have anywhere ما عندهاش اي مكان. نمبر 2 بيقول لي the air traffic low didn't solve the problem، عايز اقول ان الترافيك اللي got rich wealthy bad poor، اكيد bad و poor السيئة. I asked him، انا سألته، عايز اقول له سألته عشان يباك يرجع، يبقى ايه يا شباب، يبقى give back وكلمة the money I had اللي انا سلفته له، give back و all back. number 4 in charity في ال in charity في الجمعيات، the poor are loved after بتعتني and helped for a بتعتني بمين، اكيد بال الفري والنو ماني، لكن ماتش ماني الناس اللي هي الغلابه معهاش فلوس. A girl A can't look after herself، البنت في سن كام، انا عايز اقول in 4 of 4 تنفع، هو is 4 برضو تنفع، لكن from 4 لا. بعد كده انا اختار واحده من 4. he looks A his بيشبه old parents who rarely need help، يبقى he looks his old parents، بيعتني يعتني، يبقى looks A يا شباب looks after. اللي بعدها number 7 بيقول لي number 7 she looks very weak، تبدو انها ضعيفة جدا، and pale وشاحب. she must have a problem، يبقى كده عندها مشكلة في الصحة، فانا عايز هنا اسم، يبقى health problem مشكلة في صحتها. number 8 بيقول لي can you take your toys please، لو سمعت، يبقى take ايه، عايز اقولك خدهم بعيد، الاوضة فيها فوضى، يبقى الفعل كان take، كان بياخد البروبوزيشن حرف الجر away. I have a daughter، انا عندي بنت، عايز اقول aged 9 عندها 9 سنين، and son وولد، عايز اقول سن كذا، يبقى of 4 تركيب على بعضها واخدناها فوق. number 10 بيقول لي after the deliberate fall الخطأ المتعمد he had made، هو عمل the referee sent him، عايز اقول ان الحكم طلعه بره، يبقى sent him away خرجه بره. number 11 بيقول لي my job here، الوظيفة بتاعتي هنا is a customers، عشان اساعد بيها الزبائن، يبقى المساعدة هتبقى to help. number 12 بيقول لي I owe some money، انا بدين ببعض المال a friend of mine لصديق لي، يبقى الفعل owe كان بياخد حرف الجر، كان بياخد حرف الجر to، يبقى owe to a friend. number 13 بيقول لي if something، لو في شيء ما، عايز اقوله لو في شيء ما حدث خطأ، with the machine call me كلمني، يبقى go wrong معناه يحدث خطأ، مش make خالص، go wrong يحدث خطأ، لكن make wrong يصنع خطأ. I will help you، انا هساعدك. The difficult message lesson، هساعدك، يبقى help to، يساعد فيه. number 15 بيقولي I study hard، انا بذاكر كويس. pass عشان اجتاز، خلي بالك جاي فعل في المصدر، يعني عايز in order to او to او so as to، يبقى انا اللي موجود عندي منهم كلمة in order to معناها لكي وحتى، بيجي بعدها مصدر فعل. بعد كده derivatives، وبيدينا عليها جزئية عشان احلها، choose the correct answer، 1 من 4 خلي بالك. نمبر 1 بيقول لي فلو انفلونزا از يوزوالي، دائما ويز كولد ويز، عايز اقول دائما الانفلونزا اسوشيت، انا عايز اقول دائما متصله بي او مربوطه، يبقى اسوشيت، عايز هنا صفه. نمبر 2 بيقول لي شي واز ا هايلي، هو ا هايلي ايه، ويمن، عايز اقول ان هي امراه مثقفه، فانا عايزه كلمه مثقفه صفه، يبقى طالما هي مثقفه يبقى اي دي. ماي فازرز ايه،
عايز اقول ان الاب هو اللي are what we live on. عايز اقول الاب هو العائل اللي هو اللي بيصرف، يبقى earning. earning يعني العائل او الكاسب. نمبر 4 بيقول لي some a say that بيقولوا ان their sales المبيعات were affected by the price of the. عايز اقول ان المبيعات ديت متأثرة، عايز اقول ان المبيعات دي متأثرة او هتبقى ايه شباب. نمبر 4 some say that يبقى some merchants اللي بيبيعوا او متأثرين بالسعر دول هم التجار. نمبر 5 بيقول لي some of the in the shop في المحل are out of the date. عايز اقول معظم المرشنز يبقى البضائع اللي هي merchants. انا عايز اقول ان بعض البضائع في المصنع صلاحيتها منتهية يبقى merchandise، لكن merchants ديت اللي هي التجار نفسه. نمبر 6 بيقول لي are people الناس who are not generous، الناس اللي مش سخية. عايز اقول دول الناس بخلة، يبقى كلمة miserous لكن miserly و miserable و misery لا. طيب نمبر 7 which of the following words mean، بتعني كلمة civilization اللي هي الحضارة، كلمة culture كانت الثقافة بتساوي كلمة الحضارة، لا community ولا section ولا immersion. نمبر 8 بيقول لي those who break the law، مين اللي بيكسر القانون؟ اللي بيكسروا القانون دول ايه اللي بيحصل لهم؟ بيسجنوا. انا عايز هنا صفة بعد الفيرب تو بي، يبقى فين الصفة؟ الصفة in prison. نمبر 9 بيقول لي those who، مين هم اللي break the law بيكسروا القانون او بيخالفوا القانون؟ are kept as، عايز اقول ان هما بيروحوا في السجن، يبقى kept as prison بيروحوا في السجن. بعد كده بيجيب لي clear for confusing words. نمبر 1 بيقول لي I own this plate it's mine، دي بتاعتي يبقى انا بمتلكها، يبقى I own. she her success to her brands بتدين بي نجاحها لوالديها، يبقى كلمة as you deem. will you aid me money، هل انت I need هتديني الفلوس اللي محتاجها؟ all on borrow يبقى borrow تسلفني. much money فلوس كتير. will leave you heavily in debt، عايز اقول انك لو استعرت او جبت فلوس كتير يبقى borrowing استعارة، استعارة الفلوس المال هيوقعك في ديون. نمبر 5 قولي the high dam السد العالي was built، عايز اقول ان السد العالي بنية the age in the في عصر السداد، يبقى in the age في عصر، in the age of. نمبر 6 in prison في السجن that criminal ال criminal was kept in a small a، عايز اقول ان هما بيروحوا في زنزانة او في زنزانة، هتبقى ايه شباب؟ هختار prison السجن، بيروحوا في السجن. نمبر 7 I have several a to do، انا عندي حاجات كتير اعملها in office today في المكتب النهاردة، يبقى انا عندي jobs مهن او وظائف كتير. بعد كده هاخدك على الجرامر مع بعض كده، نروح الجرامر. يبقى اول 27 دقيقه معايا يا شباب كان بيخص الجزء الاول من الوحده اللي هو كان برضو الجزء الاول من الشرح. بعد كده من اول 27 او اول دقيقه 28 هنتكلم في الجزء الثاني من الشرح اللي هو بتاع الجرامر. فشو ذكرت انسر واحده من اربعه. نمبر 1 بيقول لي السما، هي سما هو ايه؟ ماي بين. عايز اقول ده احنا طبعا بنتكلم في زمن ايه يا شباب؟ احنا بنتكلم في زمن المضارع التام، فخلي بالك بقى. it's sama sama هتاخد sama تاخد has ولا have؟ يبقى has taken. number 2 the children، the children دول جمع والمفرد جمع، يبقى هياخدوا ايه؟ have، وتصريف التالت يبقى have broken. بعد كده your teeth سنتك يا عمر، انا عايز اساله، يبقى هل انت غسلت سنتك؟ يبقى ايه؟ انت you، يبقى have you brushed. number 4 they ايه doing they هتاخد ايه؟ they are still ده ما زالوا لسه، يبقى انت عايز نفي، خلي بالك انت عايز نفي ولا اثبات. طالما لسه ما زالوا يبقى هم ما خلصوش. have finished he a carefully بحرص، عايز اقول ان هو اتفحص بحرص، فهو مش هيفحص نفسه، اكيد في حد تاني يفحصه زي الدكتور مثلا. يبقى الجمله كده مبنيه للمجهول، يبقى ايه يا شباب؟ يبقى he has been examined. number 6 بيقول لي where a before you have come here، عايز اقول له يبقى where do you live you، لا هنبقى have you lived، ويبقى where have you lived. هيجيب جزئيه الاستخدام وبعد كده هيجيب لك عليها ميني تيست 2. ركز معايا كده يا شباب. I English since I was in primary since، وتجيب بعدها جمله ماضي بسيط اللي قبلها مضارع تام، يبقى have studied. I still يبقى حاجه في الماضي وما زالت مستمره. number 2 she is a high dam 3 times، زارها 3 مرات، بس ما حددليش الميعاد هو زار امتى، هو قال العدد بس، يبقى شيء تاخد has visited مضارع تام. حسين ايه his leg رجله he can't، حاجه بقى عملها في الماضي ولها اثر،
مش قادر يمشي دلوقتي، يبقى حسين ياخد has broken. كل جملة من دي جاية على استخدام شكل. رودينا ايه to the club I will join her there، يبقى هي راحت وما رجعتش، انا هروح لها هناك، يبقى has gone. طب كانت لو كانت راحت ورجعت يبقى has been. Number five your mother ate to the market take the shopping، خد منها ال shopping ودي المطبخ، يبقى معناها ان هي راحت ورجعت. يبقى يا شباب راحت ورجعت يبقى has been. اللي بعدها number six Mr. and Mrs. نهى. خلي بالك من جملة مسز نوها، بيقول لك this school مدرسة 2 years ago، من سنة، جايب لك سنة ومحدد لك، يبقى ده ماضي بسيط مش مضارع تام. يبقى ايه؟ يبقى هاخد لها ليفت على طول. today النهاردة I a 3 emails، انا بعت 3 ايميلات so far. علشان كده I am waiting، انا مستني for 2 more، انا مستني ابعت كمان 2. يبقى ده معنى ايه؟ عمل حاجة ولسه قابلة للتقرار، يبقى مضارع تام. يبقى I هتاخد ايه يا شباب؟ هتاخد have received، ده حاجة قابلة للتقرار، يبقى have received. ظروف الزمان وموقعها ومكانها والكلام ده كله من تيست 3. خلي بالك معايا كده وركز عشان تفهم كويس طريقه استبعاد الاجابه الخطا واختيار الاجابه الصح. افهم طريقه استبعاد الاجابه الخطا. نمبر 1 بيقول لي مروه تو اسوان بيفور، قبل كده، يبقى ده مروه معناه ان هي ما راحتش قبل كده. نيفر بتيجي قبل هاز، لا، هاز بين نيفر بعدها، لا، نيفر بتيجي مع مضارع ماضي مستمر، لا، هتبقى هاز never been. number 2 حسام تو الغردقه، هي بلانز، كان بيخطط تو ميك هيز فيرست فيزيت للاقصر، ده فيها تخطيط اهي. يبقى معنى كده ان حسام ده ما راحش الغردقه قبل كده، ده بيخطط لها نيكست جانيوري، يناير اللي جاي. يبقى hasn't ever been، ما راحش. number 3 بيقول لي my parents، خلي بالك عندك الكلمه اللي اسمها يت، هي تاتي في نهايه الجمله الايه؟ المنفيه. my parents جامع، يبقى هتاخد لها haven't returned. number 4 بيقول لي wonderful have you completed، هل انت كملت the report، الريبورت، وعملوا علامه استفهام، وقال له so you can give it، عشان كده خد ودي للمانجر المدير. يبقى ايه؟ wonderful رائع، هل انت خلصته بالفعل، لا يتنفع ولا اجوى ولا استرضي، يبقى انا عندي كلمه already. number 5 i haven't traveled outside egypt، عايز اقول my birthday، my birthday من يعني بدايه حدوث الحدث، يبقى من ميلادي، يبقى since my birthday. لكن لما اقول لك مثلا هنا ايه؟ I have felt great pain، انا عندي الم عظيم in my stomach، في المعده. since I ate، since هيجي بعدها جمله او الجمله اللي بعدها ماضي بسيط، يبقى since I ate. اللي بعدها بيقول لي I haven't seen my sister، انا ما شفتش اختي، وجاب كلمه ages. خلي بالك طالما هي جاب ages سنين، يبقى انت كده حسبت المده، يبقى تاخد لها 4. يبقى خلي بالك ان 4 يجي معاها المده المستغرقه، لكن since بدايه الحدث. طيب تمام، كمل معايا كده يا شباب. هياخد هنا mini test 4. mini test 4 بيقول لي شو ذا كوركت انسر. my father is angry، بابايا غاضب، because I ate the door open، عايز اقول ان انا ايه سبت الباب مفتوح. يبقى هنا ايه مضارع تام، يبقى I have left. my father is angry I the door، like كتب لك بقى نفس المثال، بس قال لك كلمة last night. last night يعني ايه؟ ليلة امس. حدد يبقى هون دي بسيط على طول، مفيش فيها كلام. number 3 بيقول لي he ايه، خلي بالك بقى، he ايه 3 cups، شرب 3 كوبايات قهوة so far today، لحد الان النهارده، ده معناه ان هو ايه؟ مضارع تام، يبقى has drunk. لكن لو قلت لك ان هو شرب 3 كوبايات قهوه امبارح، يبقى ديت ماضي بسيط، يبقى drunk. I ate to swim now، الان انا بتعلم او اتعلمت وبعرف اعوم كويس، يبقى مضارع تام، حاجه حصلت في الماضي ولها اثر الوقت. انا كنت بعوم اثناء مش عارف ايه في السمر هوليدي اللي فاتت، يبقى ده ماضي بسيط على طول، يبقى I learned. I a running championship as a child now الان I can hardly walk، بمشي بصعوبة، يبقى ده مضارع ايه يا شباب؟ يبقى برضو ماضي بسيط، مش مضارع، ماضي بسيط. I a running championship I will spend each، انا همثل Egypt، يبقى حاجة حصلت في الماضي ولها اثر في المضارع، يبقى have been على طول. general exercise بقى on language، تعالى كمل معايا كده. المانجر بيقول you aren't in your coffee in your office، انت مش في مكتبك ليه؟ فالكليرك الموظف قال له sorry I see I ate to restaurant for lunch، I have gone يا شباب، انا كنت في restaurant، في مطعم من اجل الغداء. number 2 Amir lives in Canada، بيعيش في كندا، so I haven't seen him، انا ما شفتوش. بيقول لي كلمه the ago of then، انا ما شفتوش من the age من the age of 10، لما كان عمره 10 سنين، يبقى بداية الحدث، يبقى هنقول since. سوها has never a، طالما جاب لك has وجاب هنا كلمة دالة، يبقى تصريف تالت، يبقى needed. number 4 ناصر has lived، عايش in this house، في المنزل ده، since he، بعد طالما جاب لي هنا since وقبلها مضارع تام، يبقى بعدها ماضي بسيط، يبقى since he was a child.
نمبر 5 بيقول لي I only bought my new camera last week. Last week الأسبوع الماضي. But a 300 photos with its spot so far. ولكن أنا أخدت بها الوقتي أو لحد الآن 300 صورة. خلي بالك حاجة حصلت في الماضي ولها أثر في الحاضر أو مضارع تام. طيب I بتاخد half. طب already لا هتاخد half وتصريف ثالث يبقى have already taken. رقم 6 بيقول لي كريم can't play football. ما بيعرفش يلعب كرة فوتبول because his leg. عايز أقول هو بيعرفش كرة يلعب كرة فوتبول لأنه قصر رجله يبقى has broken his leg. نمبر 7 بيقول لي منى is in Cairo now. هي في الكايرو الوقتي ده معناه ان هي she ate to Alex يعني هي راحت ورجعت يبقى has been I ate for 5 hours every day last week. last week او ماضي يبقى ماضي بسيط كلمة worked. نمبر 10 بيقول لي you enjoyed your time at the museum. هل انت استمتعت بالوقت بتاعك في الميوزيوم يبقى هنا هنقول have you enjoyed. نمبر 10 بيقول لي she has lived in London. عايشه في لندن 3 years. انت جبت المده المستغرقه يبقى كلمه for لكن بدايه الحدث تبقى since. نمبر 11 he ate to Cairo. I will wait for him until he comes back. يبقى معناه ان هو راح كايرو وانا ما زلت بنتظره عشان يرجع يبقى راح ولسه ما جاش يبقى has gone يا شباب. نمبر 12 بيقول لي نوها هاز ايه كليند هيز بتبدو انها جميله يبقى بالفعل هي عملت كده يبقى كلمه اوريدي الثلاثه التانيين نفي. نمبر 13 وي هاف ليفد احنا عشنا ان ذات هاوس في المنزل ده 20 ييرز. خلي بالك جايب لك المده اللي المستغرقه يبقى انت هتاخد ايه هتاخد كلمه فور لكن هنا اي نمبر 14 بيقول اي هافنت ميت هيم انا ما قابلتوش هي موفد تو ا نيو هاوس منذ ان انتقل الى منزل جديد ده جمله كامله وماضي بسيط يبقى كلمه سينس وي ايه ان كايرو سينس احنا عايشين في القاهره من 1993 يبقى انت كده عايز هنا مضارع تام يبقى هقول ايه وي هاف ليفد احنا كنا عايشين. نمبر 16 هي ايه كام باك هوم هو رجع البيت عايز اقول ان هو لسه حالا راجع البيت يبقى come back لسه حالا رجع البيت يبقى he has just لسه حالا. 17 how long كام المدة يبقى هتجيب بعدها فعل مساعد وبعد الفعل المساعد فاعل. طب انت بتتكلم في sense يبقى عايز مضارع تام had he لا he had لا he has لا انا عايز فعل مساعد الاول يبقى has he. number 18 he is there for 10 years he intends to retire عايز يرجع بقى وتقاعد next year عايز تقاعد العام القادم يبقى يا شباب يبقى he ايه يبقى هي هاز بس ما فيهاش working يبقى دي معناها is ولكن تصريف ثالث يبقى دي معناها هاز يبقى هاز worked. ممتازين يلا على رقم 19 yourself today فقال له yes I have had have وبعدين هاد تصريف تام ده مضارع تام يبقى انا هسأل بايه have you enjoy مضارع تام. نمبر 20 بيقول لي I my exam I am celebrating my success حاجة حصلت في الماضي ولها نتيجة هو يبقى I have passed. تمام اللي بعده I a برازيل للبرازيل ابطلتو ناو فهنقول ايه يا شباب ابطلتو ناو كلمة ده اللي ايه يبقى have visited. تمام كويس جدا 22 ايه لو along time هتأخذ وقت طويل since I last played football هتبقى ايه يا شباب يبقى it's a long time ستأخذ وقت طويل since I last played football. طيب نمبر 23 بيقول لي nothing interesting since طالما جايب السنس وعدها ماضي بسيط يبقى انا هاخد ايه هاخد مضارع تام ف nothing طبعا معلومات المفرد يبقى has happened. 24 the writer الكاتب his book yet في الجملة المنفية يبقى the writer مفرد يبقى the hasn't finished. 25 بيقول لي وليد ومحمد friends اصدقاء عايز اقول وليد محمد اصدقاء all their lives they are often together هم مع بعض طبعا وليد ومحمد جمع في have been. اللي بعده 26 بيقول لي we a we طبعا جمع ف each other since وده ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام يبقى we a شباب we have known. 27 بيقول لي they a in the garden for 5 جاب لك كلمه 4 وبعدها مده مستغرقه يبقى مضارع تام have working it's a since وبعدها ايه جمله ماضي بسيط يبقى it is عايز اقول بعدها مده it's 3 weeks ما ينفعش اقول دي بدايات لكن 3 weeks انا هنا حددت. طب 29 بيقول لي what's happened to him this morning هذا الصباح يبقى منذ الصباح يبقى since this morning. مصطفى has a to the club he is on his way there في طريقه يبقى راح وراح ولم يعد يبقى has gone to.
31 مصطفى has ate the club. He looks as if he has had a great time there. يبقى هنا have been has been too. طيب 32 مصطفى has a in the club for 3. حدد المدة يبقى have يبقى has been in. برازيل في البرازيل طالما هنا كده يبقى في جاب ان وسنة ماضية يبقى ماضي بسيط I went to. رقم 34 معايا I last met him آخر مرة شفته he moved to the new house لما انتقل للبيت الجديد. خلي بالك قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط ما ينفعش اخد سنس ولكن هاخد وين امتى اخد سنس لو كان قبلها مضارع تام. طيب 35 my secretary secretary ايه 3 ايميلز 3 ايميلات today النهارده she will send the rest هتبعت الباقي a few minutes في خلال دقايق يبقى مضارع تام حاجة حصلت وما زالت مستمرة يبقى مضارع تام يبقى السكرتارية has sent. رقم 36 my grandfather all over last year I hope he will اتمنى ان هو get better soon يتحسن يبقى حاجة حصلت في الماضي ولها اثر يبقى مضارع تام يبقى ايه شباب مضارع تام يبقى has been. اللي بعدها 37 have you finished هل انت خلصت your homework سؤال يبقى هاخد yet جميل لا استنى الاجابه بتقول له ايه you are very quick انت سريع جدا yet يبقى لسه ما خلصتش ولكن already بالفعل هل انت خلصت بالفعل يبقى you are very quick. نمبر 38 I haven't been in Aswan since 2010 that means ده معناه ان ايه I have been in Aswan انا في Aswan من 2010 I have never been عمري ما رحتها I was in Aswan انا في Aswan دلوقتي او كنت في Aswan وخلاص لا I wasn't رقم A دي معناها ان انا كنت في Aswan وما زلت رقم C دي معناها ان انا كنت في Aswan 2010 وبعد كده في مكان تاني فكلمة since يعني منذ ما جابش المدة اللي استغرقها جاب بداية الحدث يبقى انا هاخد نمبر C واقول I was in Aswan انا كنت في Aswan في 2010 وخلاص هنسكت على كده. 39 علي and his family علي والعائلة بتاعته have never traveled ما سافروش since منذ he had طيب since gets ده مضارع بسيط ما تنفعش he marries مضارع بسيط ما تنفعش his marriage ممكن نقول بداية الجواز ماشي لكن married ديت ايه ما تنفعش جاي لوحدها كده بناء عن ايه. طيب رقم 40 he has been on holiday كان في الاجازة عايز اقول the last two weeks المدة اللي استغرقها يبقى كلمة for لكن لو في بداية الحدث هاخد since. تمام 41 بيقول لي ايه بقى هنا now الان هدى lives بتعيش in extremely poverty فقر شديد because all the money كل الفلوس she earned lost اللي اكتسبتها عايز اقول كل الفلوس اللي اكتسبتها ضاعت يبقى مضارع تام حاجة حصلت في الماضي ويترتب عليه الفقر الشديد يبقى هنا has been مضارع تام. 42 have you finished reading that novel هل انت خلص قال that's amazing ده رائع يبقى كده already يبقى بالفعل هو خلص. طب لو ما كانش خلص هقول له يت السؤال في يت تجي في نهايه الجمله الاستفهاميه since you a your homework you won't be allowed عايز اقول له منذ ان ايه يبقى انت مش مسموح لك انك تخرج يبقى لو ما خلصتش الواجب يبقى مضارع تام يبقى since you don't done لو ما انهيتش الواجب مش مسموح لك انك تخرج وطبعا since بيجي بعدها مضارع تام. كمل معايا رقم 44 it has a been the main concern الاهتمام الرئيسي of parents من والديه to make a good future of their children عايز اقول ان هو دايما بياخد الاهتمام فنيفر ما تجيش هنا انه بياخد اهتمام اجو ما تنفعسي just لا يبقى نقول هو always دائما. 45 بيقول لي I didn't feel that مش قادر اشعر a thief intern in the flat since طالما هنا يا مضارع تام يا ماضي بسيط since matched on خد بالك من جملة 45 خرجت بره السياق خالص فبيقول لي I didn't feel that a thief ليه بقى لانه احنا بنختار لان عندنا كلمة watched وان have watched هذا معنى ان الاثنين دول مش هينفعوا فلازم نرجع للجملة نقرأها كويس جدا I didn't feel that مش ما حسيتش بالحرامي وهو داخل الشقة since اثناء فكلمة since هنا هتبقى بمعنى كلمة while اثناء I is a match ده معنى ان كان في حدث مستمر وفي حاجة قطعته ايه المستمر كان بيشاهد الماتش وايه اللي قطعه ما حسش بالحرامي هو دخل يبقى I فهقول I was watching كنت بشاهد يبقى استمرارية في الماضي وجي حدث تاني قطع الجملة دي خرج بره سياق الواحدة فخلي بالك بقى هدخل بعد كده على check your understanding افحص الفهم بتاعك نمبر 46 او رقم 46 I am in secondary one أنا في كده في الصف الأول للسنة I am English 14 years now بدرس إنجليزي من 10 سنين لحد الآن يبقى ده يا شباب حاجة تمت في الماضي ومازالت مستمرة في الحاضر يبقى have studied 47 This is my house ده المنزل بتاعي here from أو for 3 years أنا عايش فيه بقالي 4 سنين يبقى برضو حدث كان في الماضي ومازال مستمر يبقى بالتالي هيبقى إيه برضو مضارع
مضارع تام يبقى have lived. طب 48 that was my house, ده المنزل بتاعنا. I ate there هنا من for 3 years. خلي بالك that was my house يبقى ده المنزل بتاعنا, اللي فوق كان that is, فلما كان that is انا خدت معاها مضارع تام, فلما يقول لي that was already هاخد معاها ماضي تام. فخلي بالك من الجملة 47 و 48, هنا مضارع خدت مضارع تام, هنا ماضي خدت ماضي تام. بينا على 49 he has just taken as aspirin, واخد الاسبرين. that means ده معناه ان that, وجاب لي اربع جمل نقرأه الجملة واحدة واحدة. نمبر ايه بيقول لي he has taken an aspirin, عموما تأجوا من دقيقة. he has never taken, ما عمره ما خد, يبقى لأ. he has taken an aspirin for ages, من عصور, لأ. he took, هو اخدها, مومنت اجو. طب ليه ما هي مومنت اجو هنا هي تو مومنت اجو. خلي بالك مضارع تام يجيش مع مومنت اجو, لكن ماضي بسيط هو اللي يجي مع مومنت اجو, فبالتالي دي الجمله رقم دي هي اللي صح. نمبر 50 يارا هاز نيفر ايتن تشارمز, عمرها ما كلت. ذس مينز, ده معناها ان هي doesn't eat, hasn't ever eaten, had never eaten, ولا wasn't never, wasn't ما يجيش مع ever, تمام كده. had never eaten مضارع ماضي تام. طب hasn't, هي hasn't هي اللي ايه, hasn't هي اللي هتنفع معايا, فهقول hasn't never eaten. number 51 بقول I have lived here, انا عايش هنا, in the city for 10 years, من 10 سنوات. what does the sentence mean, الجملة دي معناها ايه, انا عايش هنا, I no longer live in city, عمري ما عشت هنا في المدينة, ولا هتبقى I didn't live in city, عمري ما عشت في المدينة. I have always lived, دايما بعيش. I still live in city, ما زلت عايش في المدينة. خلي بالك هو بيقول لك 14 years, منذ 10 سنوات. طيب منذ 10 سنوات يبقى أنا ما زلت بعيش في هذه المدينة, يبقى I still, جايب المدة المستغرقة يبقى still. بعد كده بيجيب لي الفقرتين اللي هي complete the following text, طبعا هو مجاوب على الأولى والتانية, فإحنا هنشتغل من التالتة على طول. تعالى هقرأها مع بعض واحدة واحدة. مجدي is one of my best, كان واحد من my best old friends, من أصدقائي القدامى. I met him, عايز أقول أنا met him, وبيقول I attended ما قلنا, تمام, اتنين محور. تعالى بقى نشوف تلاتة على طول. تلاتة بيقول لي I miss my village, انا افتقدت القرية بتاعتي very much, جدا. it is years since, انها من سنوات. I went there, عايز اقول ان انا من سنوات وانا ما زرتهاش. خلي بالك since هيجي بعدها جملة ماضي ايه, جملة ماضي بسيط, فكلمة went, فهنجيب قبل كلمة went هنا ايه, هنشوف الوقت. I also miss leaving, عايز اقول انا وحشني ايه, in our houses, وحشني العيش, ان انا عايش في منازل, very much, جدا, يبقى يعيش فيه. Peace, السلام, and quietness, والهدوء, disappeared from my life, عايز اقول ان الحاجات دي اختفت من حياتي, تمام. وهنا بيقول لي جملة هي I left, يبقى طالما جملة هنا هنشوف هنحط هنا ايه, ونشوف هنحط هنا ايه. معايا بقى انا افتقدت القرية بتاعتي very much, it is very since I, يبقى هنا ناقص لها مثلا نقول كلمة last, ما هي last تعبر عن الماضي البسيط وبتيجي قبل الفعل went, ماشي. I also missing, اللي بعايز اقول فقدني العيش هناك, ان انا عايش هناك, يبقى in our house. peace and, حاجتين اهمت, وجاب لي هنا تصريف ثالث, يبقى انا ناقص لي هنا ايه شباب, ناقص لي هنا كلمة have, تكملات بسيطة جدا. my life, وجاب جملة مضارع تام, جملة ماضية بسيط, يبقى انا هربط بكلمة ايه, بكلمة since. تعالى بقى ندخل اللي بعدها. number 4 my friend عمر, صديق عمر, and I, وانا enjoying camping, بنحب ان احنا نعمل camping. we always have camping together. خلي بالك عندك هنا تصريف ثالث, يبقى ايه اللي ناقص لك هنا, وانت في وحده المضارع التام, يبقى اكيد ناقص لك we have together. عايز اقول ايه هنا last time, فاكرين لما اقول لك ان دي زي اخر او اول مره او اخر مره, كان بتاخد اسمها the last time او it is time. the last time we went camping, عايز اقول last summer, فانت عايز هنا فعل, يبقى اخر camping معسكر كان was last summer. have you ever, هل عمرك رحت camping قبل كده, كان اسمها have you ever been. سهلين وبساط, ما فيش فيهم اي حاجة. تعالى بقى انا هاخدك على, وطبعا اللي ديت مجاب عنها برضو, مش فيها اي مشكلة. تعالى كده نشوف, احنا هنروح على الجزئين هين بعد كده.
هناخد بقى الاكسرسايز اون لانجويج هنتس. فنمبر 1 بيقول لي ار ا سمول فاميلي، عيله صغيره. خلي بالك كنت قلت لك لو انت جبت اسم الشخص وحطيت بعدها اس وقبلها زي، يبقى ده معناه ايه؟ معناه العيله دي. فبقول لك ذا راجبز ار ا سمول فاميلي، يبقى دي عيله صغيره. ذا بور مان، الرجل الفقير. ماله بقى البور مان ده؟ عايز اقول ان هو عايش حياه ميزرابل تعيسه، يبقى الرجل الفقير ده. فيرلي ابسوليوتلي ابسوليوت، انا عايز هنا ظرف، يبقى از ابسوليوتلي ابسوليوتلي ميزرابل، الى حد ما عايش حياه تعيسة. نمبر 3 اي سجست، انا بقترح. طبعا سجست جدا فير مضاف له اي ان جي، يبقى فيزيتنج. كلها هينتس كده اساسيه المفروض ان تكون عارفها. يور سكسس، نجاحك ده. هاز اي ماي ان هابي، فاكرين لما اقول لك انت جعلتني سعيد يبقى ميك مي هابي، جعلتني سعيد. فانا عايز اجيب، فهنا موجود هنا تصريف تاني، فاوريدي تمام هاخده مفيش مشكله، وهقول ان يور سكسس، نجاحك هاز ميد اس هابي. نمبر 5 بيقول لي ذا بوليس، الشرطه. طبعا انا بعامل الشرطه معامله الجمع، لوكينج فور، كانت بتبحث عن سام سكيبنج كريمنالز، فهقول ار. نمبر 6 بيقول لي ذس مان، الرجل ده از ايه؟ هيز ريلي ان هابي، ده شخص غير سعيد. يبقى الرجل ده ماله يا شباب؟ عايز اقول ان الرجل ده تعيس، يبقى ميزربول، شخص تعيس. طب ليه ما خدناش فيه ميزربول؟ اقول لك الصفات الطويله لا تاخذ تقويه قبلها، ولكن الصفات الضعيفه هي اللي تاخذ تقويه قبلها. Why don't you a dentist؟ Why don't بيجي معاها اقتراح، بس بيجي الفيرب فين؟ في المصدر، لا تو مصدر ولا ان جي ولا ماضي ولا الكلام ده، يبقى هقول سي. تمام كده يا شباب. نمبر 8 بيقول لي رودينا هاز تو الانتس، عندها عمتين او خالتين. عايز اقول ايه؟ تيتشرز اند ذا اذر، والثانيه دكتور. يبقى عايز اقول واحده منهم، يبقى اقول 1، سهله وبسيطه اهي. اللي بعدها بيقول اي سجست، انا كنت بقترح ان سما ايه تو ذا بارك، البارك ويز اس. فطبعا قلنا سجست بيجي معاه ايه؟ طالما جاب بعد سجست فاعل، فبعد الفاعل هنجيب ايه؟ هنجيب المصدر. لكن لو قال اي سجست بس وسكت، يبقى هو جيب فيرب مضاف له ان جي. نمبر 10 بيقول لي ذس بيبي جيرل، البنت دي از ايزلي ميد، من السهل جدا ان انت تخليها تو لاف، يبقى ايزلي ميد تو لاف، تخليها تضحك. رقم 11 ذا ديس ايبلد ايه؟ مور كير، محتاجين. يبقى ذا ديس ايبلد، ذا ديس ايبلد نيد، محتاجين الرعايه. نمبر 2 هاو اباوت، هاو اباوت وات اباوت، بجد فيرب مضاف له ان جي، يبقى هاو اباوت وات اباوت watching. تمام. اللي بعده we have a grander a after the trees in our garden. gardener، عايزين ايه؟ we have a gardener، عشان يعتني بالtrees، يبقى we have a gardener logged، تصريف ثالث. اللي بعدها I go to the park، انا بروح البارك once a week، مره في الاسبوع. رقم 15 بيقول لي what do you suggest for the weekend we do some voluntary work، عايز اقول احنا نقدر نعمل voluntary work، يبقى we could do some voluntary work. رقم 16 the old man، الرجل الكبير. made me can a his big، جعلني، يبقى made me carry، طالما جاب بعد made مفعول احط بعدها مصدر الفعل. اللي بعدها بيقول لي the poor never a enough money، عايز اقول الناس الفقيره ديت معهاش مال، يبقى never a لا has تنفع ولا are ولا is، يبقى never have enough money. 18 an account، المحاسب، عايز اقول المحاسب ماله، a good manager، عايز اقول المحاسب makes هو اللي بيعمل، ال good manager المدير الكويس. رقم 19 they had a machine، هم عندهم هنا they had a machine، هم عندهم آلة زي هاد، هم عايزين ميكانيك، عايزين ميكانيكي زير كار انجن، لمحرك السيارة، يبقى زي هاد ميكانيك تشيك، عشان يفحص محرك السيارة. رقم 20 ماي موبايل، التليفون كان بيرن ات ليست 3 تايمز، عايز اقول 3 مرات في الساعة، يبقى 3 تايمز ايه يا شباب؟ ولا ان، ات ولا اول، طبعا بقول اور بدأ بالاو، فهاخد ان. تمام. هنحل بس ال complete sentence ديت، او complete the following text with suitable words. We went to the countryside، بنروح الريف last weekend، الاسبوع اللي فات. The peaceful atmosphere، الطقس الجميل. There هناك us a relax، عايز اقول جعلنا relax، ف made us، made us يعني يجعل، ف made us بقت يجعلنا كلنا. We visit، احنا زرنا مستر عاليس فاميلي، عائلته، بنقول زرنا عائلته. our trip، اثناء الرحله بتاعتنا، يعني ممكن طالما جاي بعدها اسم يبقى نحط لها كلمه during، لو جاي بعدها اي ان جي كنا حاطين كلمه while، يبقى ايه؟ يبقى during our trip. مين بقى عاليس؟ طبعا احط قبلها زي عشان اجيب العيله، واقول ان كده معناها ان انا اقصد عيله علي. our generous people، الناس سخيه. زي ايه اص؟ عايز اقول ان هم
have لنا قالوا لنا لازم تاخده، يبقى زي let us دعونا have lunch with them، ناخد الغداء او العشاء معهم. تمام كده بقى ان شاء الله هنشوف هنعمل بعد كده. هنروح على translate into Arabic، الترجمة العربي. انا هترجم معاك الترجمة، ترجمة يعني ايه شفوية كده، وهمليها لك، ولكن بإذن الله هترجمها كده واصورها في ورقة، وهسيب لك البي دي اف بتاعها في صندوق الوصف، او هسيبها لك على منتدى بتاع القناة بالترجمة كاملة. فتعالى بس نقرأها كده الاول مع بعض. After Shakespeare، عايز اقول بعد شكسبير، Charles Dickens، جالنا كاتب اسمه Charles Dickens، is probably من المحتمل in the most famous writer، ان هو اشهر كاتب in the English language، في اللغة الانجليزية. يبقى بعد شكسبير يوجد او ظهر لنا مين؟ Charles Dickens. ده ومن المحتمل ان يكون Charles Dickens واحد من اهم الكتاب الفيموس المشهورين in the language، in the English language، في اللغة الانجليزية. The former wrote great poems. عايز اقول former يعني الاسبق او الاول، فممكن نقول اولا كتب قصائد عظيمة، and the later، واللي the later معناها في الاخر، يعني ممكن نقول اولا كتب قصائد عظيمة، واخيرا was the author، كان هو المؤلف ليه. fabulous، دي كلمة fabulous دي بتساوي كلمة interesting، بتساوي كلمة famous، بتساوي كلمة exciting novels، وفي الاخير كتب لنا ايه؟ كتب لنا novels، روايات رائعة. نمبر 2 بيقول لي reading works، الاعمال الادبية of art، زي الاعمال الادبية like زي novels، يبقى قراءة الاعمال الادبية like novels، زي الروايات plays المسرحيات and poems والقصائد، is very beneficial، مفيدة جدا. it widens our horizon، عايز انا بتوسع الافق، and gives us useful experience، وبتدينا تجارب useful مفيدة. نمبر 6 بيقول لي success، النجاح، is not something that occurs out of the blue، النجاح طبعا is something، شيء that occurs، لا يحدث out of the blue، من السماء. فممكن نقول لك ان النجاح، ممكن دي ترجمة حرفية، ممكن اقولها بقى ترجمة بصيغة عامة واقول لك ان النجاح ده هو شيء لا يحدث بالصدفة. to be successful، عشان تكون ناجح you must work hard to plan، لابد ان انت تشتغل كويس جدا عشان hard to plan، تخطط لمستقبلك، عليك ان تعمل بجد لكي تنجح في الوصول لهدفك في الحياة. طبعا عايز اقول لك ان احنا باذن الله هنعمل حصص او هنعمل حلقات تخص الترجمة، واثناء الحلقات دي احنا هنجيب كل الترجمات اللي موجودة معاك في كتاب المعاصر وترجمات الكتاب ونحلها مع بعض. بعد كده هو بيديني بقى جزئية خاصة بالشابتر 3، بالشابتر الثالث على الوحدة. فبيقول لي A أو N is a brightly colored bird، لون كده ملون، او طائر ملون، which can learn speak، بيتكلم، يبقى ده الإجل، النسر. ده موجود عندنا في كلمات الوحدة الشابتر 3. A is a special stick، عصا كده خاصة، which you put، بتحطها under your arm، تحت ذراعك، to help you، عشان تساعدك walk، انك تمشي، have hurt your leg، عشان رجلك بتؤذيك. يبقى دي يا شباب كارتش. اللي بعدها A sailor بحار، هو attacks ships، بيهاجم. مين اللي كان بيهاجم السفن؟ اكيد اللي هو المقرصن او السارك، يبقى pirate. number 4 A أو N era of water، منطقة من الماء، to the land where ships، وفيها الشيبس، الميناء كان اسمه harbor، اسمه ايه يا شباب؟ harbor. number 8 as a group of people، مجموعة من الناس، that causes trouble، الناس دي بتعمل ايه؟ بتعمل مشاكل، يبقى دي مين؟ العصابة، gang. number 6 A أو N when is a group of people، لما يكون في مجموعة من الناس، المجموعة من الناس دي يا شباب بتطيع ومش عارف ايه الاوامر وcontrols themselves، يبقى دول مين؟ minority، الاغلبية. number 7 بيقول لي A is a large container made of wood، مصنوع، يبقى الصندوق الخشبي كان اسمه barrel، كان موجود فيه التفاح. A أو N is an act of violence، تصرف عنف، that intended to hurt person، بيساعدك انك تأذي شخص، or damage place، او انك تدمر حاجة، فده هيكون attack، انك بتهاجم. A is known about، معروف، by only few people and kept from others، هيبقى كده ايه؟ انت بتعمل ايه؟ معروف، ان طالما حاجة انت مش معرف الناس بيها يبقى دي سيكرت يا شباب، انت بس شوية قليلين بس اللي عارفينها. 10 means be able to await calmly for long time، هتستحمل لفترة طويلة، يبقى ده كده صبور، يبقى ده ايه؟ patient. طيب التست 3 بإذن الله هنعمله فيديو هننزله لكم، بحيث ان التست يعني ياخد حقه كده، نقدر نشرحه كويس ونقرأ فيه القطعة الكمبرهيشن بتاعتنا ونوضحها عشان نعلمك ازاي تقدر تحلها. كده فيديو الحل على الوحدة كامل خلص. بتمنى لكم عام موفق بإذن الله طلبة الصف الأول الثانوي.
كانت معكم سنت ربيع على قناة شوية انجليزي. ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ودمتم موفقين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.